ملفين. ملف الاول لبنان. لبنان اتفضل يا فندم. حضرتك عارف ان فرنسا كانت محتله بعض الدول قبل ذلك وبيسموها الدول الفرنكوفونيه ومنهم لبنان. نعم. بالنسبه لفرنسا. نعم. ففرنسا بتعتبر لبنان هو ابن مدلل لها ودايما بتقف معها في الأرض. فجت فرنسا وراحت متقدمه بمقترح جديد من ثلاث مراحل، اقتراح فرنسي لانهاء القتال بين حزب الله واسرائيل، تهدئه 10 ايام، انسحاب مقاتلي حزب الله ل 10 كيلومترات، نشر 15,000 جندي لبناني على خط الحدود مكان حزب الله. الصوره الثانيه بتورينا الخريطه عشان نفهم. ادي اسرائيل باللون الاخضر، الجزء ده اللي باللون الاحمر اللي فيه حزب الله، النهر الليطاني ده اللي فوق اللي هو اخر حدود الخط الاحمر. نعم. ده اللي فرنسا نعم. بتقترح ان حزب الله يرجع الخط ده وان الجيش اللبناني يتولى التامين المنطقه. ولبنان للاسف الجيش بتاعها في حاله سيئه لانه ما عندهمش فلوس، فبالتالي بيعتمد على المعونات في الجزء الثاني. حسن نصر الله هيعمل ايه؟ ما هو ده المشكله. طب انا عايز اقول حاجه بس، نروح الصوره الثانيه. الصوره الثانيه وزير الخارجيه الفرنساوي قبل ما يروح لبنان يقدم بالطلب. الرئيس. ايوه. قابل مين؟ سياده الرئيس. ليه؟ نعم. ليه يا احمد؟ هنعمل كذا. يا جماعه انا بس عايز نقول يا جماعه ان مصر دوله كبيره في المنطقه، لما حد بيجي يعمل حاجه لازم، مش هناخد الاذن من سياده الرئيس، مش هقول كده عشان ما حدش فاهم. بينسق مع مصر. بينسق، الله ينور. طبعا بينسق مع مصر. رؤيتها ايه؟ لان انت الكبير بتاع العيله بتاعت المصر. لازم نعرف الكلام ده يا احمد. نعم. الكلام ده مهم. نعم. لازم نبقى عارفين بلدنا قيمتها ازاي في وسط العالم ده كله. نعم. فعرض على سياده الرئيس بنعمل، سياده الرئيس لو كان له ملاحظات قالها وهتبدا العمليه. انا بقول لك من دلوقتي مش هتنجح. عكس غزه. عكس غزه. ليه؟ لا ليه دي كتير قوي، زي ما انت قلت حسن نصر الله هيعمل ايه؟ وحسن نصر الله ده مش قراره، قرار مين؟ ايران. ايران. نعم. فلازم كانت فرنسا قبل ما تنسق مع حزب الله تروح تنسق مع مين؟ نعم. مع صاحب الولي الامر، يعني الامور الخلاصه كده في الخلاصه لبنان. لبنان مش هتنجح. خطه فرنسا في لبنان مش هتنجح. ده وجهه نظري. وجهه نظر حضرتك. اه. بكره